بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم في هذا الدرس يا اصدقائي الذي ساشرح فيه طريقه تصميم خلفيه عن طريق الاضاءه، ويمكن تطبيق هذه الاضاءه على صور شخصيه او فوتوغرافيا كيفما كانش، لكن انا فضلت ان اطبقها على خلفيه. بعد ذلك سنشرح طريقه اضافه النص وكذلك التاثير عليه. نبدا على بركه الله. اولا نقوم بفتح الصوره حسب الابعاد التي نريد. انا اخترت هذه الابعاد ونتم لكم الاختيار، ثم نعمل ديبليكيش للاير الصوره. اوكي، ثم نذهب الى فلتر، ثم بلو، ثم جايزن بلو، ثم نضع قيمه 65، ثم بعد ذلك نذهب الى لاير، ثم ادجستمنت لاير، ثم كيرف، ثم هذا المنحنى نسحبه قليلا الى الاسفل هكذا. بعد ذلك نختار أداة الفرش البروش، ثم بان البروش هذه الأيقونة، ثم نضع هذه الإعدادات. أولا نختار حجم 100 بكسل هكذا، ثم هاردنس 100%، سبيسنج 80%، ثم شيب ديناميك مانيوم 100%، ونضع هذه الاعدادات كنترول فايد، ثم كذلك نضع هذه الاعدادات ونفعل هذه الخاصيه بوث، ثم نغلق، ثم نضيف لاير جديد بالضغط على هذه الايقونه، ثم نقوم بتوزيع الفرش هكذا عشوائيا، ثم نحول الموضوع الى اوفرلاي opacity الى 50%، ثم نذهب الى فلتر، ثم بلو، ثم جايزن بلو، نضع قيمة 16، ثم نضيف مرة اخرى لاير جديد ونذهب الى بروش، ثم نوزع عشوائيا هكذا، ثم نغير المود مرة اخرى الى overlay opacity الى 50%، ثم نذهب الى فلتر بلور جايزن بلور 12 بكسل، ثم نضيف مرة اخرى لاير جديد بروش، ثم نوزعه عشوائيا هكذا، ثم نحول المود الى اوفرلاي اوباسيتي الى 50، ثم نذهب الى فلتر بلور جايزن بلور 8. هذه الخطوة الأولى من الدرس انتهينا منها. سنمر الآن إلى الخطوة التالية، نختار لاير الكتابة، أيقونة الكتابة تكست هكذا، ثم نختار هذا الخط، يمكن لكم أنتم حرية الاختيار، المهم أن هذا الخط سأرفقه لكم في الوصف الخاص بالفيديو. دوسيس، ثم نختار 120 بكسل، ثم شيب شير، ثم نضغط على عدد السنتر ونختار اللون الابيض، ثم نضغط وسط الصورة، ثم نكتب ما نريد. نيويورك هكذا، ثم نضغط على كنترول، ثم نضغط على لاير الخلفية الاول. هكذا، ثم نقوم بتوسيط الكتابة. نقوم بتوسيط الكتابة هكذا يدويا هكذا، هكذا أفضل. ثم نذهب الى لاير الكتابة، نضغط على كنترول، ثم نضغط على لاير الكتابة حتى يتم تحديدها هكذا، ثم نضيف لاير جديد
ونخفي لار الكشافة، ثم نذهب إلى باث. لما لا توجد هذه، يمكن إظهاره عن طريق الضغط على ويندوز، ويندو ثم باث. أي ثم نضغط على الأيقونة ميك ورك باث توليرنس، نضع 0.5 بيكسل هكذا. ثم نذهب إلى البروش، ثم بان البروش هكذا بروش، ثم نختار 25 بيكسل، ثم شيب ديناميك نحول هذه إلى صفر، ثم كنترول إلى أوف ونخفي على هذه، ثم كولر ديناميك، ثم نفعل نضع هذه القيم، ثم ترانسفر نضع هذه القيم كذلك، ثم نضغط كليك أيسر، ثم ستروك باث، ثم نختار البروش، ثم نضغط على أوكي هكذا، ثم نضغط على كنترول H لنخفي التحديد هكذا، ثم نحول المود إلى كولر دوج، ثم نقوم بعمل ديبليكات للاير هكذا، نضغط ضغطتين فوق اللاير هكذا، ثم انر جلو بلند مود نحوله الى كولر دوج، اوباسيتي 50%، سنتر سورس، ثم اوكي، ثم نذهب الى فلتر، ثم بلور، ثم جايزن بلور، ونضع قيمة 4 بيكسل، ثم نقوم بحفظ هذه الصورة، ونلاحظ أن التأثير جميل جدا. وهذه نهاية الدرس، نتمنى أن نلتقي في الدروس القادمة إن شاء الله. دمتم بود وإلى اللقاء.